ادخل. سلطان، جبت لك البشارة، والله معجزة. بلبل، قدرتوا تلاقوا الأمير؟ يا أغوات، تجاوزت حدودك كتير يا صغيرة. جهزوا الأمير للجلوس على العرش. أمرك سلطانة. أول سلطانة لبسته لهالخاتم هي هيام. أكيد سمعتي عنها كتير. لبسوكي التاج تبعها. كانوا يقولوا إنه بهمسة واحدة منا يسكت كل القصر وينقطع النفس بالحرم لك. سلطانة هيام كانت مثال للقوة والإرادة. كانت مثال نادر كتير للعظمة. ومن بعد ما ماتت السلطانة هيام انتقل خاتمها لنوربانو لزوجة ابنها الكبير السلطان سليم. ما شفت حدا مثلها. مزبوط انه جمالها كان خارق وذكاءها كان مضرب مثل بين الناس، بس كانت ظالمة كتير. لما ابنها مراد خان استلم العرش وصار سلطان كنت أنا مفضلته الأولى، ولهذا السبب تواجهنا كتير أنا وياها. وبعد كم سنة وصل خاتمة لأيدي. وصار ملكي أنا. دار الزمان يا حلوة. وابننا السلطان محمد خان. تولى عرش الدولة. وبعدها ابنه أحمد تنصب سلطان الدولة. ولعلمك وقت استلم العرش اجا وباس ايدنا واخذ موافقتنا. لكن وقف بوشنا وعادانا. والزمن هلا دار ورح اخذ منه يلي منحته اياه. واعتبارا من هاللحظه رح يكون عرش الدولة للسلطان مصطفى خان. صحيح السلاطين هن دايماً رجال، بس نحنا يلي منوصلهم للعرش ومنساعدهم حتى يقدروا يستمروا بالحكم. انتي ما قدرتي تكوني وحدة منا يا قسم. ما حولتي غضبك لقوة ولا حولتي ألمك لطموح. هوس السلطة عم عيونك وقلبك. بعتي روحك للشيطان مقابل القوة والجاه. ما عندك مشاعر وما عرفتي طعم الحب بعمرك ولا حتى الأمومة. قلبك من زمان صار مثل الحجر. مظبوط، في حجر كريم بمكان قلبي. حجر ثمين كتير من الألماس، صلب كتير وما له شبيه بين المجوهرات. تعذبنا كتير مو مثلك. هالشي وصلك بدون أي تعب يا قسم، بس انت كل شي وصلك على طبق من ذهب بدون ما تقاتلي. لا كرمال الحب ولا كرمال السلطة، كل شي وصلك على طبق من ذهب. بس اوعك تفكري انه هالشي ما له تمن، لأني رح أقتلك. في
في عندي عرض بيناسبك. فيكي تجربي تتوسلي لي وتبوسي رجلي، بلكي بفكر سامحك. إذا بتتركيني بهاللحظة وبتتراجعي عن تنصيب الأمير مصطفى على العرش، أنا بوعدك إني سامحك. شكله الخوف من الموت عم يخليكي تهلوسي؟ عقلك ما بقى يتحمل كل اللي عم يصير، وما عم تعرفي شو عم تحكي أصلاً. بعرف منيح، مولانا لساته عايش ورح يرجع لهون، وأول ما يوصل على القصر رح يقطع روس الخونة وأولهم أنتي. حتى لو ما مات أصلاً، أنت مستحيل ترجعي تشوفيه. ادخل. أمور التتويج جاهزة مولاتي. ممتاز، خدوها يا بلبل. لفوا الحبل على رقبتها وشنقوها، خليها تتلوى ونفسها ينقطع، وبعدها حطوها بكيس ورموها بالبحر. مولاتنا السلطانة صفية حكمت عليها بالإعدام، خدوها ونفذوا الحكم. إذا كنت شجاع بجد نفذوا أنت وأعدمني بإيدك، لا تكون خايف. شو قول؟ ما توقعتك جبان لهي الدرجة. تفضلي يا أميري، السلطانة صفية ناطرة سموك. وأخيرا شفتها اليوم، الحمد لله أني لساتني عايشة لشوف حفيدي الصغير الغالي رح يصير سلطان. يلا يا حفيدي القوي، عرش الدولة بانتظارك.
الله يحميك وييسر أمورك. بالتوفيق يا مولاي. بس أنا خاف روح لحالي، خلي أمي تيجي معي أو أنتي تعي معي. لا تخاف أبداً، رح نكون جنبك بكل خطواتك. أنا رح ضل ناطرتك هون، وأنت رح تمر من هالباب وتستلم عرشك. السلطان مصطفى خان المعظم. فرسان يا رجال، السلطان أحمد خان لساته عايش وما مات. هاي مؤامرة، لا تنخدعوا يا رجال، ضحكوا عليكم، لا توعوا بالفخ. هاي خيانة واضحة، لا تتورطوا فيها. اصحوا يا رجال، أنا ذو الفقار ومو أنا اللي بكذب. لا تصدقون هدول خونة وأندال. مضوا عليهم يا حرس. لا تبايعوا الأمير مصطفى يا رجال، لا تكونوا خونة مثلهم. زدتوهن بالسجن. اللي بده يضل عايش ما يرد على كلامهن. يا فرسان يا غوات، جاءت هدول خونة. هاي مؤامرة، ضد السلطان. انتو مؤامرة، قاعد خونة. دستور مولانا السلطان أحمد خان المعظم. لك يا مغفلين يا خونة، بدي أعرف شو اللي عم يصير. سامحنا يا مولاي السلطان، بس قالوا لنا إنه حضرتك متت بالحرب ونحن مشينا حسب القوانين. نحن يا مولاي ما غلطنا. Thank you.
آخ يا كلاب، كيف بتسمحوا لهالكم إنكم تعملوا هيك شيء؟ آه؟ مراد باشا، أمرني يا مولاي السلطان. بدي إياك تعاقب هالخونة وتفهمهم إنه السلطان ما مات. خلي الكل يعرفوا ويفهموا مين هو صاحب العرش وسلطان الدولة العلية. الموت رح يكون يا سلطانة رحمة وراحة إلك، وأنا ما رح أسمح لك ترتاحي أبداً. يا حراس، يا حراس، لا ارموا لي هالخاينة بالسجن. الخونة والمتآمرين خدم السلطانة صفية الأندال والجبناء اللي جرأوا على خيانة السلطان أحمد والعيل الحاكمة رح ينعدموا. يا الله، ولهيك أنتوا رح تكونوا عبر على الكل. خدوا روس على السفلة وعلى القوم بكل الساحات، خليهم عبره ليلي بيفكر يخون. بختيار آغا، السلطانة قسمينا، شو ساويتوا فيها؟ حسب أوامر السلطانة صفية عدمناها يا أخ.
مولاي، ألف الحمد لله على رجعتكم بالسلامة. كيف بتسمحوا لهالندالة تصير يا ذو الفخار؟ فهمني كيف؟ على قد قوتنا قاومنا يا مولاي، بس الظاهر السلطانة صفية اشترت كل الأسر، ولما كذبت وقالت إنه جنابك متت، كل اللي ما كان معه رجع وقف بصفه. حاولوا يقتلوني يا ذو الفقار، درويش أنقذني بآخر لحظة. طمني، كيف الأمراء؟ كيفهم عثمان ومحمد؟ وأمي كيف؟ وقسم وينها؟ الكل منيح وبخير يا مولاي، والأمراء وضعهم بخير نشكر الله، وهن بمكان آمن، والسلطان الأم معهم هلأ. بس السلطانة ما هي فيروز، انتقلت لرحمة ربها يا مولاي. وقسم مولاي، السلطانة قسم عملت اللي بتقدر عليه لتحمي عائلتكم والأمراء، هي عملت جهدها، بس هلأ لما سألت عنها قالوا لي إنه السلطانة صفية أمرت بإعدامها. السلطان قسم حاولت لآخر لحظة، وبحياتي ما شفت مرة بشجاعتها. اللي وينها؟ 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 الحرس عم يدوروا عليها بكل مكان، بس لهلا ما لقينا الجثة. Thank you.
دستور مولانا السلطان أحمد خان المعظم. الخونة كلهم نالوا اللي بيستحقوه يا مولاي. لا ترحموا حداً.